والله لم تنتظرني مرة أخرى. أخيرا وصلت حرية البحر الصغيرة سطح البحر. جلست على صخرة في وسط البحر وراقبت العالم، وكانت معجبة بما رأت. يا إلهي، السماء زرقاء للغاية، وشعور الريح جميل جدا. فقمات البحر مخلوقات جميلة، كل شيء جديد جدا علي، حتى أنه أجمل مما حلمت. احذري يا أميرتي، هناك سفينة على المرور، لا يجب أن يروك. آه، ما هذه؟ إنها ضخمة للغاية. لا يمكن للناس السباحة في الماء لفترة طويلة، ولا يمكن الماء عندما يسبحون، فإنهم يسبحون ببطء، حتى أسرعهم لا يمكنهم السفينة. لهذا السبب كان الناس يستخدمون السفن منذ العصور القديمة لسفر الشاحنات. ومن هذا الذي يراقب البحر في مقدمة السفينة؟ إنها سفينة من المملكة، وهذا لابد أن يكون أمير هذه المملكة. احرصي، إنه ينظر بهذا الاتجاه. فجأة شعرت حورية البحر الصغيرة بالرغبة بالغناء. بدأت بالغناء بصوتها السحري الجميل.